ازاي احول الجلفينوميتر تو اميتر؟ هو ايه المشكله في التحويل؟ ليه انا عايز اعمل تشينج للجلفينوميتر تو اميتر؟ عشان نفهم الجلفينوميتر والاميتر انا بس هذكر بالقضيه. احنا كان عندنا الجلفينوميتر كان عباره عن ايه؟ هو ديفايس يوز تو ديتكت الكتريك كارنت ان سيركت. يبقى كان بيستخدم عشان ان انا اعرف حاجتين معينين. اول حاجه الدايركشن بتاع الكارنت، تاني حاجة أعرف الماجنتود بتاعت الكرنت انتنس طبعا. طيب وكان عبارة عن إيه؟ عبارة عن كويل سسبندد بتوين تو كونكيف بولز. كان عبارة عن كويل، الكويل دوت موجود بين أقطاب مقعرة. أنا آسف إن أنا بحاول أشرح بالإنجلش والعربي علشان في بعض الجماعة اللي هم بيدرسوا الفيزيكس بالعربي بيتابعونا على القناة. اللي يبقى اللي عبارة عن كويل، يعني ملف موجود between two concave poles. تمام، اللي الكونكيف بولز ديت على شكل هورس شو. تمام، لما بيحصل ايه؟ بيحصل ان الالكتريك كارنت لما بيحصل باسنج في الكويل، الالكتريك كارنت باسنج ان ذا كويل بيتكون بريديوس تورك. التورك بيعمل على روتيشن للكويل، والكويل قلنا اتاتش مع بوينتر، البوينتر بيتحرك موفينج ات سكيل. ببساطه كانت القضيه بتاعت الجلفانوميتر، وكان الجلفانوميتر يعني الريزيستنس بتاعته الى حد ما صغيره. الكرنت انتنست بقى اللي بيعمل له ميجر كان صغير جدا، يعني بالمايكرو امبير او بالملي امبير. ده بالنسبه للجلفانوميتر. فانا لما بحتاج، انا بحتاج احيانا ان انا اعمل عمليه ميجر لبيك كرنت. هنا بقى جت الايه؟ ان احنا محتاجين كونفرت الجلفانوميتر تو اميتر. ليه؟ علشان اقدر ان انا اقيس او اعمل ميجر لبيج كارنت. ايه هو الاميتر؟ الاميتر هو ديفايس برضو يوزنج ميجرنج لارج الكتريك كارنت. يبقى الاميتر هنا تو ميجر اللارج الكتريك كارنت، الجلفانوميتر تو ميجر سمول الكتريك كارنت. طيب هاو كان وي كونفيرت جلفانوميتر تو اميتر؟ هو السؤال هو ده الموضوع بتاع حلقتنا النهارده. يعني احنا النهارده عايزين نعرف هو القضيه ازاي وهنعمل ايه. طيب اولا احنا فهمنا ان انا محتاج الاميتر علشان اعمل ميجر لبيج الكتريك كارنت. طيب ازاي احول الجلفانوميتر لاميتر؟ العمليه باختصار يعني هاو كان هاو تو كونفيرت هاو تو كونفيرت الجلفانوميتر انتو ان اميتر. هو ده موضوع. طيب اولا احنا قلنا الجلفانوميتر ديتكت اونلي سمول كارنت. طيب انا عايز احوله الى اميتر، ليه؟ عشان يعمل ميجر لبيج كارنت. اوكي، يبقى دي القضيه بتاعتنا، وده اللي هو الموضوع بتاعنا النهارده ان شاء الله. العمليه ببساطه، الراجل قال لي كلمه غريبه جدا، قال لي ان انت ممكن تعمل الكلام ده. بقى you can convert from galvanometer to ammeter لو عملت الاتي. ايه اللي اعمله؟ connect a low resistance called shot resistance in parallel to the galvanometer. يبقى هو قال لي الحل في انك انت تعمل كونكتنج اللوك ريزيستنس، ان انا احط ريزيستنس قليله صغيره هنسميها شانت ريزيستنس ان بارل تو ذا جلفانوميتر. بارل الجلفانوميتر، الموضوع كده بقى في ابهام. احكي شانت ريزيستنس وبارل، احنا فاهمين كلمه بارل طبعا، تو ذا جلفانوميتر. ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ هنحاول نرد على الكلام دوت بان احنا نستخدم الوايت بورد بتاعت البرنامج، وربنا يسهل الامور ونعرف نظبط الدنيا ازاي. هنحاول يعني بحاول معاك وربنا يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحاول استخدم، انا افترض ان انا عندي جلفانوميتر اهو. الجلفانوميتر دوت ادي الزيرو، وهنا مثلا 5 10، هنا 5 10. يبقى الماكسيمم ديفليكشن للجلفانوميتر هو 10. 10 ايه مثلا؟ 10 ميكرو امبير.
يبقى الماكسيمم ديفليشن للماكسيمم كارنت كان بي يوزد باي ذيس جالفانومتر ايكوالز 10 مايكرو امبير. اوكي طيب ده اللي اقدر استخدمه، ده اللي ممكن ان انا اعمل له ميجر بالجلفانومتر. لو انا اديت كارنت انتنستي بيجر ذان 10 مايكرو امبير ده بيحصل دامج للجهاز، الجهاز بيبوظ بيفسد. طيب العمل ايه؟ احنا هنحاول نشوف الموضوع. افترض ان انا عايز اعمل لي بقى الديزايرد كارنت، انا عايز اقيس كارنت مثلا هنقول هنا ال 10 امبير. يبقى انا عندي 10 امبير وعايز اعمل لهم ميجرد بالجلفانوميتر. احنا قلنا بالجلفانوميتر ده عمليه صعبه جدا. ليه؟ لان الجلفانوميتر هو بيقيس كارنت صغير، انا عايز اخليه يعمل ميجر ل 10 امبير. 10 امبير كبيره جدا بالنسبه ل 10 مايكرو امبير. فالعمل ايه؟ الراجل قال لي بص احنا ممكن نعمل الاتي، هنعمل كونكت للجلفانوميتر بسمول ريزيستنس بارلل وز جلفانوميتر. لو قلنا قلت ان الكرنت اللي باسنج ثرو جلفانوميتر اسمه اي جي، وان الكرنت الانتنستي اللي داخل للجهاز كله اسمه اي، معنى ذلك ايه؟ ان لما تيجي الاي هيحصل لها برانش شويه فوق وشويه تحت، الشويه اللي تحت دول هيسموهم ايه بقى؟ هنسميهم اي ماينس اي جي. يبقى تاني الكرنت جاي من هنا كده، الكرنت هو جاي يحصل برانشد شويه يخش هنا وشويه يخش هنا. انا اللي عايزه اعمل ايه؟ انا عايز لما يخش هنا يخش ال 10 مايكرو امبير، يبقى احط هنا ريزيستنس صغيره. ليه؟ علشان البيجر الكرنت يخش هنا يدخل هنا في سمول ريزيستنس. السمول ريزيستنس دي هسميها شنت ريزيستنس وهديها الرمز ار اس. يبقى انا عندي هنا شنت ريزيستنس وهنديها الرمز ار اس. كده احنا طلعنا بره ال طيب يبقى لازم هنا لازم يكون الشنت ريزيستنس دي متاكد يعني شورلي ان هي تيكس الاي ماينس اي جي، لانها لو خدت اكتر خدت اقل من الـ من الفاليو دي كله هيخش على الجلفانوميتر وباظ. وعلى ذلك طب هنبدا ازاي نحط الار اس صح؟ يعني هاو كان كونكت الشنت ريزيستنس، انا حطيتها بارلل لكن الفاليو بتاعتها ازاي؟ القضيه ببساطه، انا عندي التو ديفايس او الديفايس اللي هو الجلفانوميتر اند الريزيستنس السمول ريزيستنس بارلل. احنا قلنا في البارلل بوتنشال ديفرنس بتوين تو بارلل ايكوالز، يبقى معنى ذلك ان الفي جي البوتنشال ديفرنس في الجلفانوميتر ايكوالز الفي اس البوتنشال ديفرنس اكروس ذا شانت ريزيستنس. اوكي يبقى الفي جي ايكوالز الفي اس. الفي جي ديت ايكوالز اي جي تايمز ار جي من اومز لو. اوكي يبقى اي جي هو الماكسيمم كارنت كان بي يوزد باي جلفانوميتر، والار جي الريزيستنس فور ذا اميتر فور ذا جلفانوميتر ايكوالز الار اس. هنا الاي اي ماينس اي جي تايمز ايس، يبقى هنا البوتنشال ديفرنس هنا عباره عن الاي ماينس اي جي اللي هو الكرنت اللي احنا قلنا عليه تايمز ايس. تاني اي هي 10 امبير، هي الديزرت اللي انا عايزها، اللي انا ميجر 10 امبير ده وذ بيج كرنت، بس ماي جلفانوميتر ميجرد ماكسيمم ميجرد 10 مايكرو امبير. اوكي I need to calculate RS. هل ان RS equals IG times RG over I minus IG.
يبقى ده هيطلع لي الار اس، يبقى انا هقدر من الرول ديت او من النود ديت اقدر استطيع ان انا اعمل كونكت للار اس بطريقه مظبوطه جدا. ولو نشوفها في الطريقه هنا نكتبها هنا بلون تاني، يبقى هنقول بقى ان الار اس ايكوالز اي جي تايمز ار جي over i minus b. RS shunt resistance connect barrel with given meter to convert it from given meter to ammeter. يبقى الار اس ديت شانت ريزيستنس، بلغه الجماعه العرب المقاومه المجزئه، مقاومه المجزئ اللي بيحول الجلفانوميتر لاميتر. يبقى الشانت ريزيستنس to convert galvanometer to ammeter. طيب connect barrel يبقى بتوصل barrel بوز galvanometer. ال IG الماكسيمم current can be used by the galvanometer او الماكسيمم ديفليكشن، يبقى الديفليكشن للبوينتر هي الماكسيمم بتاعت هي ال 10 مايكرو امبير. يبقى دي كانت ال 10 مايكرو امبير في الاكزامبل بتاعنا. اوكي ار جي الريزيستنس فور جلفينومتر، ودي كونستنت بالنسبه لكل جلفينومتر. طيب ليه؟ لان الار جي جت منين؟ لان احنا قلنا ان الجلفينومتر عباره عن ايه؟ قلنا كويل، والكويل عباره عن وايرز، وايرز لها ريزيستنس، يبقى ده الار جي. الاي الماكسيمم كارنت كان بي يوزد تو باي ذا اميتر. اي جي قلنا الجلفينومتر. طيب فين الاميتر هنا؟ الاميتر هنا هو ده. يبقى الاميتر هو اللي في السيركل. يبقى الكونستراكشن بتاع الاميتر عباره عن ايه؟ نشوف تركيب الاميتر كده عباره عن ايه؟ جلفانوميتر اوكي كونكتد باي سمول ريزيستنس ان باي كولد شانت ريزيستنس اند اي كان ميجر شانت ريزيستنس فروم ذا رول ار اس ايكوالز اي جي تايمز ار جي اوفر اي ماينس اي جي. طبعا لان انا عايز ان احنا الناس اللي متابعينها يحاولوا ان هم يكتبوا الكلام ده معايا بالورقه والقلم، لان صعب ان هي يفهموها كده. انا هحاول احط فيديو بعد الشرح دوت يكون شكله ازرق، وسامحوني ان انا التولز اللي في ايديا بسيطه جدا، بس انا بحاول اوصلها لكم. يا رب يكون في ميزان حسناتنا جميعا. اشكركم، وان شاء الله نرتب الامور ونتفرج على فيديو يوضح الامر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Converting galvanometer to ammeter. احنا ليه بنحتاج نعمل convert من galvanometer to ammeter؟ شوفوا هنا انا عندي galvanometer الفول سكيل ديفليكشن بتاعه 1 مللي امبير، ده الماكسيموم كرنت اللي ممكن يقيسه الجلفانوميتر، وده كرنت صغير جدا جدا. يبقى انا ليه محتاج اعمل كونفرت علشان احصل على كرنت اكبر؟ طيب اللي هنعمل ايه؟ هنحاول الاميتر مثلا تو ميجر من 20 مللي امبير تو 10 امبير. يبقى الاميتر كان بي ميجرد لبيج كرنت، لكن الجلفانوميتر زي اللي قدامي ده مثلا ممكن يقيس 20 مايكرو امبير. يعني لو قلت ان هو الماكسيموم كارنت بتاعته كده، طبعا ال 20 مايكرو امبير يعني حوالي، لما اقول في عندي هنا 30 ديفيجن، يبقى ال 30 ديفيجن بواحد فيهم ب 0.6. طيب انا عشان ابدا نعمل الكونفرتنج دوت لازم نكون فاهمين حاجه، عندي بعض الاحكات اللي لازم نكون فاهمها. اول حاجه الاي جي اللي هي الماكسيمم كارنت كان فلو ثرو جلفينومتر، بالنسبه للجلفينومتر اللي از اكزامبل معايا كان الفول سكيل ديفليكشن كان 0.6 مللي امبير. انترنال ريزيستنس للجلفينومتر هنقول مثلا 20 اومز.
المطلوب ان انا اعمل ماكسيمم كارنت تو بي ميجرد ان سيركتس، هنقول 3 امبير. اوكي، ادي الجلفانوميتر الاصول، انا هدخل 3 امبير من هير، هيحصل برانش للكرنت شويه هنا، هيخش بارت هيدخل على الجلفانوميتر، والبارت الثاني على سمول ريزيستنس كونكت بارل وذ الجلفانوميتر. احنا قلنا ان السمول ديت هنسميها الشورت شانت ريزيستنس. ازاي اقدر احسب الشانت ريزيستنس؟ انا عندي اولا الكرنت قلنا هيحصل له برانش الاثنين، شويه فوق هيبقوا الاي اس وشويه تحت الاي جي، لكن التوتال كارنت هو 3 امبير. اوكي، يبقى انا محتاج، انا اكون فاهم او الاكويشن ممكن نطلعها ان التوتال كارنت او المين كارنت ايكوالز الاي جي بلس الاي اس. الاي جي اللي هي الفول ديفليكشن للبانوميتر، والاي اس الكارنت اللي بيمر فيه الشنت ريزيستنس. انا عندي حاجه مهمه جدا، البوتنشال ديفرنس بتوين اي بي او بوتنشال ديفرنس بتوين تيرمينالز اوف جلفانوميتر ايكوالز البوتنشال ديفرنس بتوين السمول ريزيستنس. ليه؟ لانهم الاثنين بارل، ومن هنا اقدر اطلع ان الشنت ريزيستنس كان بي يوزد ايكوالز اي جي تايم ار جي اوفر اي ماينس اي. لو انا بصيت للنتائج اللي طلع معايا، الاي جي كانت 0.6 مللي امبير، الار جي كانت 20 اومز، الشنت ريزيستنس 4 مللي اوم تقريبا، 4 مللي اوم دي سمول سمول شنت ريزيستنس. يبقى انا بستخدم شنت ريزيستنس ليه؟ علشان اقدر احوله الجلفانوميتر تو ميجر 3 امبير. يبقى لازم اكون فاهم جدا ان الشنت ريزيستنس لازم تكون صغيره، وده اكزامبل كنوع من انواع يعني بالتوضيح في نفس الوقت معايا بالارقام. شفت ان لما اتفرج بقى على حاجه مهمه جدا يوريها لنا الفيديو، الكرنت اللي مر في الشنت ريزيستنس 2.99994 من 3 امبير، يعني 3 امبير اهي هنا، لان الريزيستنس صغيره جدا فالكرنت اللي مر هنا 2.9994. لكن الكرنت اللي مر في الجلفانوميتر، يبقى الكرنت اللي باسنج ثرو ذا جلفانوميتر 0.0006، صغير جدا 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 بالنسبه للكرنت اللي هو المعظم اللي بيمر في الايه؟ في الشنت ريزيستنس. يبقى انا كده عملت حافظت على الجلفانوميتر، في نفس الوقت عملت له كونفرتنج من الجلفانوميتر للاميتر، can be used to measure big أو large electric current. شفنا إن معظم الإلكتريك كارنت هيمر هنا في الشنت ريزيستنس. والرولز بتاعتنا زي ما قلنا، قلنا اللي هي الأساس الشنت ريزيستنس equals IG full deflection للكارنت times RG over I minus IG. ده بالنسبة للتحويل من اللي عشان أعمل converting للجلفانوميتر to أميتر. ودي كانت تجربة عملية. أنا بقى هنا عندي أصبح عندي كل ديفيجن 100 مللي أمبير، لما أضربه في سيرت هيديني 3 أمبير اللي أنا عايزه. يبقى أنا هنا حولته من جلفانوميتر إلى أميتر. أشكركم.